من تدفن ما يموت بقلوبنا باقي. انتوا متاكدين متاكدين انه ايهاب يوزع للعراق لو لا؟ عم احنا ايهاب من دفنه اذا ما نعرف كتاله منه مالهين يروح يندفن مثل هشام الهاشمي ومثل علاء ويجوب ومثل فاهم الطيب هذا اللي نريده. هاي سمعوني ابوي سمعوني امه قالت نريد الاندفين. اي عم عندنا مطالب واحنا هذا مو دم دجاجه وراح اول البارحه لو البارحه لو صار له ساعتين مات من 2011 نطلع لهسه لهذا اليوم حكم حكمنا قتل انقتلنا يردون يدفنوه اي يستقيل قائد الشرطه ويستقيل المحافظ بعدنا كم واحد ماتوا ما طلعوه خلي يوخرون يتكترون خلي يجون غيرهم واحنا نقبل نتفل منه هذا الحكي عمي ما عندنا دفن ويا الا يطلعون كتالة عمي نسي بشخص ولا بشخصين ولا شيء.